السلام عليكم اخوتي اخواتاتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ولقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. كيف ما شفتوا اليوم دايره رغيفات معمرين ومطيبين في الفرن، كيجيو لذاد بزاف، ساهلين في الطريقه، غير تبعوا الطريقه ديالي وغادي يجيكم ساهلين والنتيجه رائعه ولذة ولا اروع. يلا نبداو الفيديو من الاول وشوفوا الطريقه والمقادير. نبداو بسم الله. المهم عندي هنايا عندي عبرت انا بهذه الزلافه، الزلافه ديال الدقيق، الدقيق اللي هو المخبوزات ديال البيتزا ديال هذا. المهم وعندي كاس، يعني هاد الزلافه هادي كتاخذ ليها 3 الكيسان، ودرت كاس ديال السميد او عندكم دقيق الفينونه، عندي هنا السميد كان هو اللي كنستعمل هو اللي كنستخدم. المهم كيف ما قلت لكم الا درتو كاس ديال الفينو ديرو 3 الكيسان ديال الدقيق. المهم باش المهم هادشي اللي دايره انايا. عندي هنايا معلقه ديال السكر، معلقه يعني عامره، معلقه صغيره عامره. عندي هنايا شويه الملحه ديال باش غادي نخلط العجين، وعندي هنا كيف ما شفتوا غير قريصه زيته غير بيديا بحال هكايا، او نقولوا راس معلقه صغيره ديال البيكين باودر او خميره ديال الحلويات. وعندي غادي ندير جوج معالق ديال الزيت المائده، غير جوج معلقات، والماء باش غادي نخلط، ما غاديش ندير الخميره نهائيا ديال العجين. نخلط هاد المكونات كيف ما شفتوا، غادي نضيف لهم هاد الكاس ديال السميد، بالنسبه للزيت غنخليه حتى التالي، وغادي نعجن العجينه اللي هي دائما معروفه، اي وحده كتعرف كيفاش تعجن. وهنا غادي نزيدو هاد جوج معالق ديال الزيت، المهم العجينه كتكون بحال هكايا غتخدمو فيها. انا غير قطعت ما وريتكمش باش ما يكونش الفيديو طويل، كتخدمو فيها حتى تولي بحال هكايا. هي في الاولى كتحسوا بها انها كتلصق، ولكن هي ملي كتخدموها صافي كتحكم راسها، لكن هي كتكون بحال هكايا. العجينه خاصها تكون بحال هكايا تلصق شويه. هنا غادي نحطوها عندكم في بواطه ولا شي كيس هنايا وخليوها ترتاح، كل ما ارتاحت هي غتخدم راسها براسها. ودابا غادي ندوزو الحشوه اللي غادي نديرو. بالنسبه عندي هنا الحشوه، انا غادي ندير هنايا اللحمه مفرومه او الكفته، المهم الكميه اللي تناسبكم. درت مع هاد الكميه هذه درت مع واحد جوج بصلات صغيورين شلطتهم بحال هكايا او درتهم في الكبه. عندي هنايا واحد جوج فلفلات حتى هما قطعتهم قطع صغيورين بحال هكايا. وعندي هنايا الزيتون دا اختياري، المهم الحشوه كتكون اختياريه، ممكن تعوضوا هاد الشيء بشي حاجه واحده اخرى. عندي الزيتون هنا قطعته، وعندي هنايا في البهارات عندي الفلفل الاسمر اللي هو البزار، وعندي الزنجبيل شويه، وعندي الكركم، وعندي هنايا الفلفل الاحمر اللي هو البابريكا، وشويه ديال هيا كتبان هنايا ديال الشطه اللي هي البابريكا الحاره الفلفله الحاره. وعندي هنايا معلقه صغيره من التوابل ديال اللحم، حيت انا دايره الكفته، حنا دايره اللحم المفرومه، دايره معلقه ديال البهارات ديال اللحم. وعندي هنايا طبيعه الحال ما غاديش نساو الملح، وغادي ندير الزعتر حتى هويا. المهم هنا غادي ندير في المقله، ندير اول حاجه هو غادي ندير البصله الطيحيه الاولانيه، من بعد غنضيف ليها اللحمه المفرومه، ومن بعد غنضيف ليها الفلفل والبهارات. كندير البصله، كندير معها شويه ديال القرفه ديال اختياري، انا كتعجبني النسمه ديال القرفه، ممكن نتوما تستغنوا عليها، يعني راس معلقه صغيره ديال القرفه. اصلا القرفه كتواتى مع البصله، المهم كيف ما قلت لكم اختياريه انا كتعجبني. المهم
البهارات الزعتر صافي هنا كنطفي على البوطه غادي نطفي عليها ونضيف الزيتون غادي نخليو الحشوه تبرد عاد من بعد نرجعو العجين ونخدمو الخبيزات ديالنا نتلاقاو من بعد هنايا المهم قطعت العجين بعد ما خليت ارتاحت تقريبا ساعة قطعتها هكايا كويرات صغيرين المهم يضيق الوقت وصافي عندي هنايا غادي ندير هنايا المهم ثلاثة المعالق ديال النشا وغنضيف لهم ربع كاس ديال الزيت نخلطو مزيان حتى نتحصلو على كريمة متجانسة بحال هكايا كنحصلو على كريمة بحال هكايا هنا غادي نبداو غادي نديرو بحال هكايا نغمسو فيها ونحطو نديرو وحدة أخرى نحط وحدة على وحدة ونخليهم هنايا شوية يرتاحوا بالمثالي الوحدات كلهم صافي هنايا غادي نخليهم يرتاحوا واحد تقريبا 3 دقائق حتى 5 دقائق ونخدموا فيهم هنا من بعد ما خليتهم يرتاحوا شويه عندي هنا الحشوه من بعد ما بردت حتى هي وعندي هنايا الفرماج هكايا غطي غير باش هذا اختياري المهم تيبقى لكم الحشوه حتى هي اختياريه هذا غير نوريكم غير الطريقه نتمنى يكون كيبان لكم انا غادي نوريكم نخدم معكم وحده ونكمل انا باقي الوحدات تلقوها مزيان غير بالخاطر باش ما تقطعش لكم انا كنبغيها تكون رقيقه مهم الا بغيتوها نتوما في هذا القياس انا كنبغيها تكون ارق وانا كنخدم غير بشويه غادي نجيب واحد السكينه بحال هكايا غادي نحاولو هكايا على ثلاثه بحال هكا نفس الشيء نخليو البلاصه اللي غادي ندير فيها الحشوه هنايا طريقه سهله هنا غادي نجيب الحشوه ديالنا
بحال هكايا، نجيبو شويه ديال الفرماج. هانتوما هي نجيب هذه على هذه بحال هكا، يا طريقه سهله، انا كنمشي معكم غير بشويه بشويه باش تفهموها. ونجيبها هنايا نجيب هذه ندخلها هنا ونجيب هذه نحطها عليها في الاخر. هذه اللي حطيناها عليها هي اللي غتكون لتحت، غنقلبوها بحال هكايا وغادي نهزو هذه نحطوها بحال، غادي نغلفوها. في الطاوة او في الصينية كنحطوها على هكايا بحال هكا تشكل. هنايا عندي بعد ما ساليتهم حطيتهم بحال هكايا، وهنا كندير الفرن يسخن. عندي هنا بيضه درت فيها شويه ديال الحليب، بعض قطرات من الحليب، صفار بيضه، غير صفار بيضه اللي درت هنايا. هنايا المهم هذا اختياري، ممكن ديروها ممكن ما ديروهاش، المهم انا كتعجبني هذه الطريقه هذه ديال انا نجرحوا سميتها هذو الخبيزات كيجيو في كشكل يعني كيجيو زوينين، غير المنظر ديالهم. وهنايا كنزوقهم بشويه ديال الجبن، ممكن تحطوا الزيتونه هنايا، ممكن تخلوهم غير هكا ياك. صافي غادي ندخلوهم للفرن ونطلقهم بعد ما يخرجوا من الفرن ان شاء الله. وهادو اخوتي بعد ما خرجتهم من الفرن باقي شوفوا كيفاش كيجيو تقرمشة. كيجيو مقرمشين فعلا، كيجيو لذاذ لذاذ بزاف. نحل معكم وحده واخا سخونه سخونه بزاف. نوريكم الداخل، كيفاش كتجي والعجينة. وهذا كيف مورق، نتمنى أن هذه الوصفة تنال إعجابكم وتجربوها. اللي وصل لحتى لهنايا ما ينسانيش في اللايك وتعليق محفز، واللي مازال ما اشتركش في القناة اشترك عندي وفعل الجرس باش يوصل كل جديد. شكرا للدعم ديالكم وتشجيعاتكم ليا، وإلى فيديو واحد آخر كنقول لكم السلام عليكم.